وذات الموضوع سيكون ضمن فقرة ضيف التحرير التي سنخصصها للحديث عن انتقادات كما ذكرنا البرلمان الأوروبي توقيف الجزائر خط أنبوب الغاز المغربي العربي المغرب العربي أوروبا وردود الفعل المنددة بهذا القرار والداعية إلى حث السلطات الجزائرية على التراجع عنه. للمزيد حول الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبد الواحد أولاد مولود باحث في العلاقات الدولية متخصص في الشأن الأمني لشمال أفريقيا. سي عبد الواحد صباح الخير. صباح الخير لكم جميعا لكم ولطاقم ميديا ان تي في وصباح الخير للمشاهدين الكرام. اهلا وسهلا. يعني الجزائر اعلنت قبل ايام عن توقف مرور الغاز عبر الانبوب الذي يربط الجزائر باوروبا مرورا بالمغرب. كيف تقرؤون بدايه انتقادات رئيس وفد البرلمان الاوروبي للعلاقات مع البلدان الاوروبيه المغاربيه لقرار الرئيس الجزائري في هذا الشان؟ طبعا هذه الانتقادات ما هي إلا تحصيل حاصل للسلوكات التهور أو السلوكات يعني لا مسؤولة التي تقوم بها الجزائر يعني مرة تلو أخرى. وهذه الانتقادات يعني صادرة من مسؤول رفيع المستوى على المستوى الأوروبي نظرا لعدة اعتبارات. فالاعتبارات الخارجية للاتحاد الأوروبي أن قطع هذا الأنبوب سيكلف أوروبا يعني خسائر اقتصادية على المستوى الطاقة، وهذا يعني سيذهب إلى مقايضة الروس على بما بالاتحاد الأوروبي على مستوى الطاقة. وكلنا نعلم أن هذا القطع يتيح المجال لمجموعة من القوى الدولية خاصة روسيا لفرض سياسة الواقع على الاتحاد الأوروبي. ونتحدث هذه الأيام مع يعني الشد والجذب بين الروس وأوروبا، وأن روسيا وضعت شروط يعني على الاتحاد الأوروبي. نعم. كالسماح يعني تشغيل أنبوب نورد ستريت 2 بين روسيا وألمانيا. وكما نعلم أن الاتحاد الأوروبي منذ الأزمة الروسية الأوكرانية يعني بدأ يستغني على الغاز الروسي، وبدأ يعني يبحث عن بدائل أو خيارات أخرى. هذا من جهة. من جهة أخرى أن الداخل الأوروبي سيعرف أزمة طاقوية وسيكلف المواطنين يعني أزمات على. طيب أستاذ عبد الواحد لو سمحت، يعني دائما في ذات السياق رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع البلدان المغاربية قال إن اتفاقية توريد الغاز يعني لا تهم المغرب بقدر ما تهم الاتحاد الأوروبي كما ذكرتم، خاصة إسبانيا والبرتغال. إذن فالقرار هو موجه أيضا ضد أوروبا. أكيد أن رغم أن الجزائر يعني تحث على أن هناك بدائل ميدغاز منحو الجزائر عبر البحر إلى إسبانيا والبرتغال، ولكن في الحقيقة أن أوروبا تستورد أكثر من 14 يعني مليار متر مكعب على المستوى الغاز. ودعني أقول أن عند الاستغناء على الأنبوب يعني نحو المغرب إلى أوروبا سيكلف يعني سيتم هناك نقص بتقريبا أكثر من 60%، وسيبقى الأنبوب الواحد الذي أنشئ سنة 2011 الذي ربما لم يوفي بالغرض الطاقوي إلى أوروبا. وهذا يعني ما يجعل أوروبا متخوفة من يعني نشوب أزمة طاقوية ويستهدف الأمن الطاقوي الأوروبي. يعني تعاليق صحفية أوروبية وبرلمانيين أوروبيين اعتبرت أن القرار قرار وقف تشغيل أنبوب الغاز المغرب العربي أوروبا يعكس في الواقع خيبة أمل جزائرية بعد صدور القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي حول قضية الصحراء المغربية. تعقيبكم على ذلك؟ لا، هو أن تلويح يعني قطع الأنبوب الغاز ليس وليد اللحظة، وإنما الجزائر منذ أزمة القرقرات في السنة الماضية بدأت تلوح بأن أو تقايض المنتظم الدولي على أن المغرب يجب أن ينسحب من القرقرات
كي لا تقطع الغاز يعني الأنبوب الغاز، وهذا يعني يؤدي إلى أن الجزائر بدأت في استراتيجيتها ليست اليوم وإنما منذ سنوات حتى على المستوى الانفتاح المغرب على إفريقيا والمشروع يعني الأنبوب نيجيريا الرباط أوروبا، بدأت الجزائر يعني تتوجس من مثل هذه المشاريع، والجزائر دائما يعني تبحث عن فرض أمر الواقع على المغرب وكذلك على أوروبا والمنتظم الدولي. إذن ربما أو في الغالب أن النظام الجزائري رد بهذا القطع على القرار المجلس الدولي الجديد 2020، وأن الجزائر لم يستصغها يعني صدور هذا القرار. حتى بيان وزارة الخارجية الجزائرية كانت يعني كان بيان بلهجة حادة، وبدأت يعني تعطي الحلول على مستوى الاتحاد الإفريقي أو يعني تقرير المصير أو لا 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 يعني طرح تقرير المصير قبل التسعينات. إذن يعني رد فعل سلبي للجزائر للأسف على قرار مجلس الأمن، وهو ما يعني جعلها تنحو منح قطع طيب. هذه هذا الأنبوب. نعم، يعني وقف خط الغاز يمكن أن يرفع الأسعار، وهنا سيدفع بالتأكيد المواطنون الأوروبيون ثمن ذلك، كما قال أندريا كوزولينو رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع البلدان المغربية. برأيكم الآن ما هي انعكاسات وتأثيرات هذا القرار على الأوروبيين سواء من الناحية الاقتصادية أو حتى من الناحية الاجتماعية؟ هو في الحقيقة أن قطع هذا الأنبوب يؤدي إلى تقويض جيوستراتيجي أو تقويض استراتيجي لأوروبا. هناك أيضا يعني ستواجه أوروبا إشكالية الاعتمادات الطاقوية، مما سيؤدي إلى رفع الأسعار الذي يؤدي بدوره إلى يعني التكلفة اليومية للمواطن الأوروبي على مستوى الكهرباء والغاز الطبيعي. رغم أن أوروبا أو رغم أن المنتظر العالم ككل هو يركز على يعني المنظور الطاقة أو طرح الطاقة البديلة، إلا أن وهنا نرى أن الجزائر يعني قطعت هذا الأنبوب في ظروف حساسة، خاصة أن الاتحاد الأوروبي يعني الاتحاد الأوروبي يدخل في يعني فصل الشتاء، مما سيكلفه يعني لا. الأزمة ويكلف المواطن الأوروبي يعني أزمات على المستوى التكلفة الاقتصادية الطاقوية. طيب أستاذ عبد الواحد، يعني إلى جانب هذه التصريحات الأوروبية المهمة في المغرب، المكتب الوطني للماء والكهرباء يعلن في بلاغ مقتضب أن المغرب كان يتوقع مثل هذا القرار واستعد له، مضيفا أن قرار الجزائر لن يؤثر على المغرب في شيء. ألم تكن الجزائر تعلم أن المغرب بفضل موقعه له عدة حلول مهمة ولن يتأثر بفعل هذا القرار؟ هو أستاذي دعني أقول أن الجزائر كانت تعي كل الوعي أن المغرب يبحث عن يعني بدائل أو خيارات لتعويض ما قامت به الجزائر، وكما قلت سالفا أن الجزائر يعني لم تستصغ الانفتاح المغربي على إفريقيا، وأن المغرب أو أن الجزائر توجست من مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي نحو أوروبا. كذلك أن الجزائر تعلم كل العلم أن المغرب أو السياسة الخارجية للمغرب منفتحة على شركاء آخرين دوليين على المستوى الأوروبي، على المستوى الأمريكي، على مستوى التعاون دول التعاون الخليجي، على مستوى الروسي أيضا. بطبيعة الحال أن الجزائر تريد تقويض الدور المغربي بهذا القرار، ولكن في اعتقادي أن كل الأوراق استنفذت من طرف الجزائر، وتبقى لها أوراق أخرى مستقبلا أكثر تصعيد،
وهذا مما يجعل ومما يلزم المنتظم الدولي والاتحاد الأوروبي خاصة الضغط على الجزائر لكي تعود إلى صوابها وتقوم يعني لكي يقوم نوع من التوازن على المستوى الإقليمي، لأن الأمن أوروبا هو أمن الاتحاد المغربي والمغاربي والعكس صحيح. نعم، عبد الواحد أولاد مولود باحث في العلاقات الدولية متخصص في الشأن الأمني لشمال أفريقيا، شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات. مرحبا، أهلا وسهلا.